باش توصلوا بجديد الفيديوهات ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكرا بسم الله على بركة الله المكونات عندي 180 غرام ديال الزبدة نوعية جيدة خاصة بالأكل مع 150 غرام ديال الشكلاط نوعية جيدة كتكون نسبة الكاكاو فيه عالية خدو من 50 الفوق هذا فيه 73% خذوا اي ماركه من الشكلاط كاين انواع كثيره متواجده في الاسواق التجاريه خذوا هذا او اشكال الاخرى كما ذكرت لكم او اللي كيكون على شكل اقراص صغيره كيكون شوكولا غيش وحتى الزبده تكون نوعيه جيده خاصه بالاكل كنوضع الزبده والشكلاط على حمام مائي حتى كتذوب المكونات مع بعض المكونات الاخرى عندي 150 غرام ديال سكر غلاسي سبيسيال نوعية جيدة مع كيس ونصف من خميرة الحلويات غادي نذكر لكم القياس بالجرام رشة من الملح 180 جرام ديال الطحين لكي كيكون مغربل ضروري ما المكونات بالميزان أربعة ديال البيضات و جرام غرام ديال اللي هو الجوز لكي كيكون محمر من الافضل بعد ما كيدوب الشكلاط والزبده على طريقة حمام مائي كما كتلاحظوا أنا فرغت في إناء آخر باش كيبرد كي بسرعة كنضيف رشة من الملح ممكن أيضا نضيفه كيس سكر فانيلا بالنسبة للسكر غلاسي سبيسيال ما كيكونش هذا حلو بزاف نهائيا كتكون هاد الكمية كافية وكتجي متوازنة مع المكونات الأخرى كنصفيه بالمصفاة وكنخلط مزيان حتى كينسجم مع الشكلاط والزبدة بواسطة طراب يدوي فقط طريقة سهلة التحضير ديالها حتى كتنسجم المكونات كلها كيبدا كيبرد عندي الخليط كما كتلاحظوا كنضيف البيض بيضه تلو الاخرى ما تضيفوش البيض كامل يعني بيضه بيضه البيضه الاولى وحنا كنخلطوا كنضيف البيضة الثانية وكذلك الثالثة وكذلك الرابعة حتى كنضيف كمية البيض عندي كاملة وأنا كنخلط بالطراب اليدوي هاد براونيز سبق لي وقدمته لكم في القناة سنة 2015 وكانت لي تطبيقات كثيرة وبزافة الأخوات الجدد اللي طلبوا مني نحضر براونيز وهذه هي الوصفة المعتمدة عندي دائما ضفت هنا ما ضفت هنايا كما كتلاحظوا كمية البيض كاملة كنحصل على هاد القوام كما كتشاهدو كنضيف طحين 180 غرام ديال الطحين مع كيس ونصف من خميرة الحلويات بالنسبة لغرام خميرة الحلويات ديرو عشرة غرام في الفيديو السابق اللي شاركت معكم كنت مستعملة كيسين من خميرة الحلويات ممكن ديرو جوج اكياس بطبيعة الحال انا هنا نقصت الكمية لان الطاوة عندي صغيرة ونضيف ايضا القرقاع اللي هو الجوز يعني الكميه ممكن تضيفه اكثر او اقل ولكن هي كيميزها دائما القرقاع اللي كيعطيها طعم مميز انا حمرته في الفرن وكسرته غير باليد ديالي فقط كنخلط غير بواسطه سباتيله عاديه عندي طاوه مستطيله دهنتها بالزبده ورشيتها بالطحين القياس 27 على 22 خطو اي شكل من الاختيار ديالكم مستطيل مربع دائري حسب الرغبة ديالكم كنفرغ الكمية ديالي كاملة كنحاول نبسطها على سطح ديال الصينية وكندخلها الفراغ اللي كيكون كي متوسط درجة الحرارة كنشعل عليها من أسفل فقط النار ما تكونش قوية أبدا تكون نار متوسطة كتاخد معايا 30 دقيقة يعني ردوا ليها البال تأخذ معاكم 30 حتى 35 دقيقة النار من أسفل فقط بالنسبة لي ما كان الفوق نهائيا فانواع انواع الكيك كتنفخ كيتضاعف الحجم ديالها كتجي رائعه جدا هذا هو الشكل ديالها انا قبل ما ندخلها رشيت شويه ديال الكركاع على الوجه ديالها ودخلتها للفران هنايا بعد ما قطعتها كنخليوها كتبرد شويه هنا مازال عندي سخونه قطعتها باش نوريكم الشكل ديالها من الداخل كما كتلاحظوا كتجي معلكه من الداخل وهذيك القرمشه اللي في الفوق كتجي رائعه جدا وكتستحق التجربه ديالكم ان شاء الله الاخوات اللي طلبوا مني الوصفه يشاهدوها ويجربوها غير كونوا مقيدين بالمقادير كما هي وغادي تحصلوا على نتيجه جيده عطيتكم القياس ديال الطاوه وعطيتكم التفاصيل كلها كانت معكم ريحانه كمال خليت لكم الراحه في امان الله